السلام عليكم. محاضرتنا هي المحاضرة الثانية في سلسلة محاضرات الكيمياء العضوية للمرحلة الأولى في قسم علوم الحياة. المحاضرة هاي تتحدث عن الألكينات. أخذنا بالمحاضرة السابقة الألكانات أو الهيدروكربونات المشبعة، الآن نتحدث عن الألكينات أو نسميها الهيدروكربونات غير المشبعة اللي تحتوي على عناصرها مزدوجة. الهيدروكربونات بيها مثل ما قلنا كربون كربون دبل بوند، ونسميها أحيانا الأوليفينات، مثل ما نسمي المشبعة الألكانات المشبعة نسميها بارافين، الألكانات غير المشبعة نسميها أوليفين. تحتوي على مركبات كثيرة جدا بالطبيعة، موجودة مركبات بالطبيعة من نوع الألكينات وغير مشبعة، بها تطبيقات كثيرة جدا في حياتنا اليومية، اللي هي ممكن أن تكون من المطيبات العطرية أو الفيتامينات أو المركبات اللي تنطي طعم، كذلك لها أهمية كبيرة جدا في الصناعات الكيميائية. هذه المركبات تعتبر مواد أولية لكثير من الصناعات الكيميائية. تسمية الألكينات مثل ما أخذنا بالألكانات قلنا تنتهي بأي أن إي، الآن الألكينات تنتهي بإي أن إي، يعني تختلف عن الألكانات أنه ما قبل الأخير إي بدل الأي. فمثلا أنا عندي مركب يحتوي على عاصرة مزدوجة، لو كان مشبع فأسميه إيثان، الآن هو ما مشبع أسميه إيثين، أسميه إيثين، لكن المتعارف عليه نسميه أثيلين. وكذلك البروبان بروبين، هذا يحتوي على عاصرة مزدوجة فأسميه بروبين، أو يسمى بالصناعة بروبيلين. كذلك الأيزوبيوتيلين، الأيزوبيوتيلين اللي موجود عندي هذا المركب باللون الأزرق أسميه ميثايل بروبين، يعني كأنه بروبين معوض بمجموعة ميثايل. وأخيرا عندي البيوتاداين، داين يعني آسرتين مزدوجة موجودة به وهو بيوتان، فهذا البيوتاداين موجود عندي معوض بمجموعة مثيل في الموقع 2 فأسميه 2 ميثايل 1 3 بيوتاداين. تمرين بسيط هذا يقول سمي المركبات التالية. فأنا عندي المركب اللي على اليسار يحتوي على كم ذرة كربون مستقيمة؟ 1 2 3 4 5 6، إذن هو من نوع الهكسين، مو هكسان، هكسين، لأنه بآسرة مزدوجة. عادة الدبل بوند هي اللي تأخذ الأولوية بالترقيم، فنبدأ نرقم اعتبارا من الآسرة المزدوجة. فإذا أنا عندي أسميه وان هكسين، لكن معوض وين بذرة الكربون رقم 5 فأسميه 5 ميثايل وان هكسين. المركب الثاني مثل ما قلنا العناصر المزدوجة هي تأخذ الأولوية بالترقيم، فإذا أنا أبدي أقول وان سايكلو هكسين معوض بيا مكان 1 2 3، إذا 3 ميثايل وان سايكلو هكسين، وهكذا. هذا تمرنوا عليه إن شاء الله أنتم، ونحاول في وقت لاحق نكتب لكم اياه بشكل واجب. التركيب الالكتروني للاوليفينات او الالكينات بشكل عام، احنا قلنا نوع التهجين يكون من نوع الاس بي 2، يعني اس واحد واثنين اوربيتال بي، فينطيني ثلاث اواصر اسمها اس بي 2. الاوربيتال الثالث من مجموعه البي راح يكون فراغ نسميه انتاي بوندينج. ايضا وجود العناصر المزدوجه بالمركبات راح يمنعها من الدوران، اذا يكون مسطح. الزاويه بين ثلاث ذرات تساوي 120، 120 موجوده في مستوى سطح، مستوى سطحي او بلين. الفورث اوربيتال از اتوميك بي اوربيتال، الربط بين الالكترونات الموجوده بالاس بي 2 اتوم راح يكون لي عناصر مزدوجه بين الاثنين. و additive reactions of p orbitals creates a pi bond.
إذن الآسرة الثانية بالأواصر التساهمية اللي موجودة بين كربون كربون راح يحتوي على وحدة كوفالنت بوند نسميها من نوع سيجما، والثانية اللي موازية لها نسميها من نوع باي، من نوع باي كوفالنت بوند. إذن هذا النوع من الأوربيتالات، أوربيتالات باي راح تمنع الدوران، أوربيتال باي يمنع دوران الآسرة حول سيجما. إحنا قلنا السيجما هي الآسرة الموجودة بالألكانات المشبعة، لكن الباي آسرة ثانية موجودة بالأوربيتالات غير المشبعة، فوجودها يمنع الدوران مال هذه المركبات. إذا هذا أوربيتالات أو هذا التوزيع الفراغي للأوربيتالات. مثل ما تشوفون أنا عندي sp2 sp2 sp2، هاي الثلاثة كأنما تكون لي مثلث بزوايا متكاملة. اللون البنفسجي هو الباي اللي فارغ ما بي الكترونات، وما راح يسوي لي آسرة مزدوجة، فإذا يكون نسميه أنتاي بوندينج هذا، أو أسميه الباي بوند اللي يمنع الدوران. إذا الأوربيتالات الثلاثة الـ sp2 مثل ما تشوفون هنا، أنا عندي مجموعة إيثان بالأسفل، عندي مجموعة أثيلين. إذا كان مشبع فأسميه إيثان، إذا كان غير مشبع أسميه أثيلين. إذا الآسرة بين الكربون كربون هذه مرتبطة باثنين هيدروجين من كل طرف، واللون البنفسجي هو نسميه الباي بوند اللي بالأسفل وبالأعلى، فراح يمنعون الدوران مال الآسرة كربون كربون بحيث تكون مسطحة. وهذا بمردودات كثيرة جدا انه المركبات الأوليفينية يكون بها توزيع فراغي اللي نسميه سيز وترانس. هذا السيز وترانس ايزومرايزيشن هو انه الآسرة المزدوجة بين كربون كربون غير قابلة للدوران، اذا هي موجودة على شكل سطح، موجودة مسطحة. اذا كانت المجاميع المعوضة بنفس الاتجاه فأنا أسميهم سيز آيزومر، يعني اثنيناتهم بنفس الاتجاه متشابهين. إذا كانوا باتجاهين مختلفين متعاكسين، يعني واحد عكس الثاني، فأسميهم ترانس آيزومر، هم متشابهين سيميلر جروب لكن أوبوزيت سايد، اتجاهات مختلفة وهكذا. ناخذ هذا الموضوع بالتفصيل، الايزومرايزيشن السيز والترانس. انا عندي سي دبل بوند سي، وعندي مجاميع معوضه اللي هي الدي والاي والبي. فاشوف ناخذ اثقل مجموعتين على طرفي الاسر المزدوجه، اثقل مجموعتين. انا ما اعرف هل انه الاثقل هي الدي لو البي لو غيرها. ال 180 روتيشن سوبر بوزز، ال 180 روتيشن ممنوع هنا، ما ممكن ان يصير، لكن ممكن ان يتعوض واحد بمكان الثاني. فعندي المجموعة اللي بالاسفل راح يكون عندي اي ودي واي وبي. هذا المركب ممكن ان ايضا يتدور بحيث يعطيني البي والاي يتدورون واحد بمكان الثاني تعويضا وليس دورانا. هذا المولكيولر موديل مال السيز وترانس بيوتين، تو بيوتين. انا عندي هنا اربع ذرات كربون، اذا انا عندي بيوتان، لكن بين ذرة الكربون رقم 2 و3 اكو آسرة مزدوجة. فشوف اللي على اليسار، اللي على اليسار الآسر المزدوجة الافتراضية اللي احنا نسميها بين الكربون والكربون، اكو مجموعتين مثيل طرفية اثنيناتهم بنفس الاتجاه، فهذا نسميه سيز تو بيوتين. اللي باليمين الآسرتين رقم 2 و3 اللي بيهم آسرة مزدوجة افتراضية ومجاميع المثيل على طرفين متبادلين متقابلين نسميهم ترانس تو بيوتين. التتابعية مال المجاميع المعوضة اللي تنطيني السيز وترانس هذا مثال حي وبسيط جدا.
أنا عندي على طرفي ذرتي الكربون اللي موجودة على العناصر المزدوجة رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد بها كلور وبها بروم. الكلور يحمل وزن ذري 35.5 بينما البروم 80. إذا نعتمد البروم في تسمية السز والترانس. بينما اللي على اليسار على ذرة الكربون رقم اثنين عندي مجموعة ميثايل وزنها 15 وعندي ذرة هيدروجين وزنها واحد. إذا اللي راح يتحكمون بالتسمية البي ار والسي اتش 3. بما انهم موجودين على طرفي العاصرة متقابلين مو بنفس الاتجاه، فإذا اسميهم ترانس وان برومو تو ميثايل ايثين، او اسميهم ترانس وان برومو بروبين، وان برومو وان كلورو بروبين. المركب اللي بالاسفل الان البروم موجود على ذرة الكربون رقم واحد والسي اتش 3 موجودة على ذرة اثنين، فاذا كانوا اثنينهم بنفس الاتجاه اسميهم ترانس، اذا بالبداية اسميهم ترانس واذا بالثانية اسميهم سيز، اذا كانوا متقابلين كما في الاعلى فاسميهم ترانس وان برومو وان بروبين، والثاني اسميهم سيز وان برومو وان كلورو بروبين. هذا الصورة للاطلاع عليكم لدراسة اكثر توسع وكثير من المركبات مع تسمياتها موجودة عندنا. نرجع الى مركبنا الاولي اللي قلنا عليه نموذج اي هو من نوع الترانس وان برومو وان كلورو وان بروبين، والنموذج بي هو سيز وان برومو وان كلورو وان بروبين. اذا وصلنا الى فكرة انه المجاميع الثقيلة عندما يكونون على طرفي العصر المزدوجة هم اللي يتحكمون بالتسمية نسميهم سيز او ترانس. وهذا المستوى اللي هو مستوى العصر المزدوجة عندي الهاي مولكيول بالطرفين، اذا كانوا الهاي متقابلين فاسميهم ترانس، واذا كانوا الهاي بالاسفل مثل ما موجودين اثنينهم على نفس الطرف فاسميهم سيز ايزومر، او بالالماني اسمها سوسامن يعني توجذر يعني متجاورا، بينما ذاك الترانس اوبوزيت. مره ثانيه نرجع للمركب اللي شفناه قبل شويه البروم والميثايل اثنيناتهم هو الهاير مولكيولر ويت على المجموعتين، فاذا البروم والميثايل هنا راح اسميهم ترانس ايزومر. هذه نماذج اخرى للمقارنه. عندي اسره مزدوجه على اليمين عندي كلورو هيدروجين، الكلور هو اثقل من الهيدروجين فهو اللي راح يتحكم بالتسميه، بينما على اليسار عندي مجموعة إيثايل وميثايل. الإيثايل طبعا هو الوزن الأكثر، إذا هذا المركب هو من نوع سيز فأسميه سيز وان كلورو تو ميثايل وان بروبين وهكذا. عندي مركب أو نموذج آخر عندي عصرة مزدوجة كربون كربون، طبعا اللي تتحكم بالتسمية بشكل رئيسي هي الكربون كربون. طيب على طرفي العصر المزدوجة باليسار عندي يود وعندي سي اتش 3. اليود الوزن الذري مالته 131، اذا اليود اثقل هو اللي راح يتحكم لي بالتسمية، بينما على يمين العصر المزدوجة عندي مجموعة اسايل اللي هي بالتأكيد راح تكون اكثر من مجموعة الكحول، فاذا هنا عندي اليود ومجموعه الاسايل اللي هي سي اتش 3 سي او هي اللي تتحكم، فهذا النوع من المركب اسميه ترانس كومباوند. اللي باليمين ايضا راح يكون هو هذا الهاير هو مجموعه الاسيتايل، وهذا اللي اسميه ترانس كومباوند. هذا ستراكشر اند بوندينج ان اثيلين، هذا الاثيلين، هذه صوره فراغيه للاثيلين. شوف العاصره بين الكربون كربون 934 بيكو
134 بيكوميتر، قلنا البيكوميتر هو 10 أس ناقص 12 من المتر، بينما بالألكانات الإيثان اللي هو مشبع طول الآسر بين الكربون، كربون 153 بيكوميتر، يعني هنا 134 هنا أقصر، يعني في حالة وجود آسر مزدوجة فيكون طول الآسر المزدوجة أقصر من الآسر المفردة. وكذلك الزاوية بين ثلاث مركبات هيدروجين كربون كربون 121، بينما هيدروجين كربون هيدروجين 117 هي تحوم خلينا نقول عليها حول 120 درجة. ثباتية الألكانات، شوف السيز ألكينز are less stable، مركبات السيز اللي بمجاميع متجاورة هي أقل استقرارية من الترانس ألكين. Compare heat given off on hydrogenation delta H، يعني عملية الهدرجة للسيز ألكين أو الترانس ألكين، منه اللي راح يكون عندنا less stable isomer is higher in energy. less stable in isomer يعني اللي هو السيز ألكين يحتوي على طاقة كامنة أعلى فيبعث طاقة أكثر، وهو مستعد أن ينطي حرارة أكثر، السيز ينطي حرارة أكثر، فالتترا سبستيتيوتد كومباوند راح ينطي أكثر من الترا سبستيتيوتد، يعني استقرارية التترا سبستيتيوتد يكون أكثر استقرارية من الترا سبستيتيوتد، وهذا أكثر من الداي سبستيتيوتد، وهذا أكثر من المونو سبستيتيوتد. أكو عندنا مصطلح الهايبر كونجوكيشن ستابلايزز الكايد، قد ما تكون أكثر من آسرة، أكثر من آسرة مزدوجة في مركب فتثبت المركب الألكيني أكثر من المركبات الأخرى. تحضير الألكينات، عندي تحضير الألكينات الطريقة الأولى هي dehydration of alcohol، عندي مركب BOH بوجود حامض مركز، حامض كبريتيك مركز راح يسحب لي جزيئة ماء من الكحول وينطيني آسرة مزدوجة اللي هي الألكين، فهذا عندنا تيرشري الكحول ويا H2S أفر راح ينطيني ايزوبيوتيلين، ايزوبيوتيلين. عندي المركب الثاني او المركب البروبان الاعتيادي، عند ما تكون ذرة، طبعا التفاعل هذا يكون من نوع الايونات الموجبة انترميديت ايونات موجبة، فدائما الشحنة الموجبة الطرفية تكون اقل استقرار من الوسطية، فتنتقل ذرة هيدروجين من الوسط، نتكلم عن المركب اللي بالاسفل، فراح ينطيني ايون كربونيوم وسطي. هذا المركب او الايون الانترميديات المركب الوسطي راح يكون اكثر استقرارية من المركبات الاخرى. هذا الميكانيزم آلية التفاعلات اللي تكون عندنا بهذا الاسلوب اللي هي CH3x3OH، التفاعل الاول شوف انطاني 2 ميثايل بروبين او اسميه ايزوبيوتيلين. عندي الخطوة الاولى الحامض الكبريتيك سحب حامض الكبريتيك او نقول بروتو، حامض الكبريتيك انطاني هيدرونيوم ايون، الهيدرونيوم ايون اللي هو H3O يحتوي على هيدروجين موجب، فالهيدروجين الموجب يروح على الـ OH اللي موجودة بالكحول يتحول إلى جزيئة ماء مرتبطة بالهيدروكربون ويفقدها، راح ينطيني أيون الكربونيوم الوسطي وصير بير أرنجمنت، بحيث حصلنا على المركب اللي تشوفوه أمامكم اللي هو المركب الأخير. وصف الأوربيتالات the E2 ميكانيزم، الـ E2 ميكانيزم عملية الحذف elimination، elimination E2 يعني بخطوتين متتالية، فينطيني انترميديات اللي هو كربونيوم ايون، شوف طاقة التفعيل هنا عندي، والتفاعل بالنتيجة يكون اكسوثيرميك، يكون هذا التفاعل اكسوثيرميك. الالمينيشن باي E1 ميكانيزم عادة هاي وين تصير الـ E1؟ يعني بخطوة واحدة عملية انقلاب، يعني ماكو انترميديات. هذا عندي هالوجين، عندي بروم، مركب بروم،
البروم راح يصير عملية فقدان اتش بي ار مباشرة في خطوة واحدة، او ينطيني الدبل بوند. هذه كثير من التفاعلات اللي هي الاي 2 والاي 1. اذا عملية الكحول، عملية الكحول سحب الماء من الكحول تنطيني الكين، عملية سحب الهالو هيدروجين ال HCl تنطيني نوع ال E1 تفاعل مباشرة بدون rearrangement. هذه الصورة كلها للاطلاع، هذه الصورة للاطلاع. وعندي الديهايدرو هالوجينيشن النموذج اللي شفناه قبل شوية، هذا من نوع ال O نسميه E1، يعني elimination in one step. فراح يصير عملية انقلاب وتنطيني عصرة مزدوجة مثل ما تشوفون بالصورة اللي أمامكم. هذه نموذج فقط من عملية طرق تحضير الألكينات.